كوكو بنات، سلام. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم بصحه جيده ان شاء الله. بهذا الفيديو ديال اليوم فانا بغيت نبارطاجي معكم فقط واحد لو بتي كولي جوميه انا كومونديتو البارح ووصلني اليوم، فقلت علاش لا ما نبارطاجيهش معكم. راكم كيف ما عارفين وكيف ما كتشوفوا عندي هنايا اول حاجه بديت بها لان الباكيج من جوميا وما عرفناش اش من يد داس، فانا ديزانفكتيت الكارتون. بعدا هو الاول راه دابا نشف، راه كان فاسد، خويت عليه تقريبا القرعه، راه كانت عامره وخويت تقريبا القرعه كامله. والمهم انا دابا غادي نحلو وغادي نشوف الكولي اللي عندي شنو فيه. انا راه كنت كومونديت ان بتي رونجمون ا ماكياج ان تو بيتي، والمهم غادي نشوفوه جميع وغنشوفو كيفاش داير، والله يكون الله يكون كيف ما كنتظروا. دونك اكيد غادي يكون اكيد غادي يكون زوين البنات. المهم انا غنشوف شنو سكو سافا دوني. المهم كارطونه كبيره وكنلقى وسط منها كارطونه صغيره. دونك دوكو هاد لو رونجمون راه ماشي بالحجم اللي تخيلته، باسكو في سور لو سيت il paraît un peu plus grand، مي ماشي مشكل. ليسونسييل هو انه يكون مهم، عنده منفعه، هذا هو المهم. المهم البنات ديزانفيكتي كوميم اون سي جامي، وكذلك راه غادي من بعد ما نجبدو الى اخره غادي نغسل يدي مزيان 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 ضروري. المهم شوفو شنو عندنا في الكارطونه باش ما تعطلوش بالنسبه للنظافه. الكارطون راه داكشي اللي وسط منه اكيد ما وصلوش ليدين، مي غير الكارطونه في ليفريزون وسميتو هي اللي مهم اننا نردو معها شويه البال. دونك المهم كيف ما كتشوفوا في الصوره ها هو هنا واضح، سي ان بتي رونجمون ا ماكياج فيه 3 تيغوا، لا فيه 4، فيه 2 اللي هما طوالين وفيه جوج خرين فوق منهم اللي هما صغارين. دونك عندنا تقريبا 4 ديال لي تيغوار، وعندنا كذلك الجزء الثاني اللي هو هذا لي كيصلح للرونجمون ديال مثلا لي روج عليف ولي بانسو وحاجه اخرى. دونك البنات انا غادي نجبد بعدا البرودوي ديالي وحنا غادي نشوفوه جميعا. فالمهم ها هو بهذا الشكل هذا. اوبس ديجا لو برودوي وصلني راه مهرس. دونك يا ان ديغا دو ليفريزون، هانتوما كيف كتشوفوا معايا هنا ها هو وصلني البرودوي مهرس، ها هو مشقوق من هنا. مي بون سي با تري غراف فيو لو بري، ما غاديش نردو ليهم، ماشي مشكل، غنخليه غنحتفظ به واخا ماشي كيف ما كنت كنتظر. المهم هانتوما كيف كتشوفوا معايا راه دي تيغوار هنايا، عندنا جوج ديال لي تيغوار لي هما صغيورين حقيقه، الحجم صغيور بزاف بزاف بزاف، ما عرفتش علاش لي بغاو ليا صافي كوميم ان تي بو شي انه يكون البرودوي بهذا الثمن وهذا الحجم هذا ويوصلك مهرس. دونك صافي ان تي بو شي، مي سي با تري غراف نون بلو، فانا غادي نحتفظ به لانه عجبني، وانا فاش كتعجبني الحاجه ما كيهمنيش سميتو. وهذا هو زعما الكماله ديالو، فكيكون بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا هنا البنات، كيكون بهذا الشكل هذا. وغادي نجيبو شويه ديال المكياج ونحاولوا نقدوهم فيه ونشوفوا سكو سافا دوني. فرانشمون لو روندو اي با تري توب، انا كنت كنتظر انه يكون شويه كبر من هكا في الحجم لانه صراحه في الصوره راه كيبان كبير، وبالنسبه للثمن ديالو صراحه كنخصو يكون شويه كبير، ولكن ما عندنا ما نديرو. المهم هو انه غادي يساعدني في لي رونجمون ديال كلكو ماكياج.
المهم غنشوفوا عندنا شنو نقدروا نديروا فيه، نشوفوا واش غادي يهز لينا بعدا داكشي اللي حنا باغيين ولا لا. المهم ما بانش ليا ما بانش ليا صراحه، تيبان صغير بزاف بزاف لواحد الدرجه ديال انه جو مي دي بوف سي كوا ليتيليتي. مو غادي كلكو غليتر، هاد لي غليتر وهادشي لاخر البنات الا كان كيهمكم الموضوع بغيتو تعرفوا على المكياج اللي كنشري، النوع ديال المكياج اللي كنشري ولا لي مارك اللي كنشري ولا شي حاجه بحال هكا، نيزيتي با راه نقدر ندير لكم اون فيديو بارابور ا سا. وفي كل الاحوال انا راه ما كناخذش الماركات الصغار نهائيا، انا ضد الفكره ديال الماركات الصغار، فضروري كنستعمل ديور ولا لانكوم ولا الماركات اللي هما معروفين، الماركات الصغار ما كنستعملهمش. وهذا مكان البنات. المهم الا كنتو بغيتو فيديو على المكياج ولا شي حاجه اخرى ولا هادشي اللي كنشري الماركات اللي كنشري غير قولوها ليا وانا نجيب لكم المعلومات اللي غادي تقدروا تحتاجوها. هذا ضروري البنات، لابيلو راه كيخص دائما يكون عندي. صراحه سا كومونس ا مينيرفي باسكو فاش شفت الحجم ديالو وشفت انه هذا ما غيهز ليا حتى شي حاجه، دونك صراحه ما غادي يقضي حتى شي غرض. ما غادي يقضي حتى شي غرض البنات، كيف ما قلت لكم راه الحجم صغير جدا 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 جدا. فانا جو سوي ديسو ديسو بالحجم، الحجم صدمني ولكن ما عندنا ما نديرو، هذا راه ما غيقدرش ينفعني فشي حاجه اللي هي كثيره، حتى هادشي اللي عندي ما غاديش يقدر يحسو ليا. انا كان كيسحب لي غيكون الحجم شويه كبير باش غنتهنى من دوك الكثره ديال لي بوشيت وديال الحويجات اخرين. المهم بالنسبه لي فون دو تا اللي كنستعمل هما بعدا غادي يقدروا يدخلوا هنا، اما كونوا اكيدين ان حوايج اخرى امبوسيبل، سي جوست امبوسيبل انك ديريها في هذا لوغونجمون صغير 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 بزاف بزاف بزاف. يعني ها نتوما مثلا عندي ثلاثه ديال لو فاراجو، مي سي امبوسيبل سي امبوسيبل دو لي ميتر فيو الحجم، ما غيمكنش لنا نديرو شي حاجه كبيره. ها هما هادو ديال لي فاراجو، فانا غادي نديرهم هنايا حتى هاد لي تيغوار فرانشمان اي لي تو بيتي كوم سا، جيسبر انه على الاقل يهز ليا واحد شويه، مي ما كنظنش راه صغير 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 وبزاف صغير وبزاف. بون غادي ندير غير يعني نكتفي بهاد الثلاثه هنا لانه ما غيمكنش يهز ليا المكياج ديالي كامل. عندي هاد كيفاش نقولوا ليه انا مثلا تنحاول ما امكن نلقى لكم السميات بالعربيه ما تيمشيو ليا. المهم ديال جيفانشي داك الهايلايتر ديال جيفانشي، المهم غنديرو في هاد التيغوار هذا بوحديتو ايوا واش غنقول لكم. وغندير هادو ديال لا فارا بوبيير ديال ديور، المهم راه ما عنديش امبوسيبل امبوسيبل يعني تي لك وندير فارا بوبيير هاد الصغيورين هنا راه سي جوست امبوسيبل. يعني الا كان المكياج ديالكم كثير البنات و الا كان المكياج ديالكم كثير وسميتو غنساو هادي سي اون موفيز افير. المهم غندير البرايمر هنا، يقدر يهز ليا هنا البرايمر. بون برايمر ها هو لقى البلاصه ديالو شنو بوف ابري سي ان بو كومبليكي. غادي ندير كذلك لي ماسكارا، مي لي ماسكارا ما كنظنش يقدروا يوقفوا تما باسكو هادشي صغير. غندير كذلك الماسكارا جيفانشي هنا، صراحه هاد المنظم ماشي كينظم مي كيعصب، انا صراحه عصبني جو سوي ديسو صراحه تعصبت. هاد الماسكارا البنات الوكازيون الي مانيفيك الي جينيال elle donne vraiment du volume mais c'est l'original. هادي لوريجينال ديال لوريال ما خديتهاش من هنايا،
ماشي اللي كيتباعو هنا في المغرب. ف اون توكا ادي سوبر بيان. البنات ما عندكمش فين ديروا لي بانسو، يعني الا كانوا لي بانسو ديالكم طوال ولا سميتو اوبلي دلا موفيز افير موفيز افير. المهم انا جو كروي فير ان بون اشا اليوم، مي دابا فاش وصلني صراحه جو سوي كومبليتمون ديسو. شنو غدير فيه؟ يعني ما كاينش البلاصه ولا فين ندير لي بيوتي بلندر ولا فين ندير حتى شي حاجه. ما عنديش البلاصه فين ندير حتى شي حاجه، دونك سي جوست سي با يوتيل. هذا بالنسبه للثمن ديالو صراحه البنات. كنبغي نقول لكم من هنا هذوك اللي باغيين يشريو هذا النوع ديال لورانجمون راه تيبان في السيت كبير، سور لو سيت سا باري تري تري غون، ولكن راه يوصل لكم للدار راه كيف تنقولوا ايلي فريمون مينيسكول. ما لايقش ما لايقش، ولا كان المكياج ديالكم كثير غير نساو فما تشريوش. بون غادي نضطر ندير هذا لتحت وهذا فوق منه، يعني حتى باش غتقول غادي يساعدك في انك كوني اكيده ما غيساعدك في حتى حاجه، ما غينفعك في حتى حاجه. ما تقدريش تحطي فيه الكريمات، ما تقدريش تحطي فيه بزاف ديال الحوايج، راه ما لايقش حتى لي بانسو ما تقدريش تحطيهم فيه، ما لايقش. الحاجه الوحيده اللي يقدر ينفع ليها هي لي روج اليف وهذا مكان، اما شي حاجه اخرى ما كنظنش. بون نديرو غير لي روج اليف، بلاتي نحيدهم كاع من الباكي، ما يحتاجش لو باكي، كنخلي لو باكي البنات. علاش؟ على وديت مثلا لي ريفيرونس باش مره اخرى فاش كنبغي نختار لو روج اليف اللي كنكون ديجا استعملته وعاجبني وما باغاش نبدلو، كنمشي غير لو باكي وكناخذ لا ريفيرونس وكنعيط ليهم وكيديروا ليا لا ليفريزون حتى للدار بدون مشاكل. ف شنو لكم هذا الشيء علاش البنات كنخلي دائما المكياج ديالي كيبقى في لو باكي. وكيف ما قلت لكم انا راه ما كنبغيش نستعمل نهائيا الماركات الصغيره بالنسبه للمكياج، فبالنسبه ليا يا اما ما يدارش نهائيا ولا منين نديروه كنديروا لي مارك اللي هما كونو باش من يعني لابو ما كنتلعبوش معها. انا شخصيا ما كنتلعبش مع لاب، كلشي حتى المكياج لا، يا اما ما نديروش نهائي يا اما الا كنت غادي نديرو فكنفضل ناخذ ماركات اللي هي غاليه وماركات اللي هي كبيره وهذا مكان. دونك البنات كيف ما قلت لكم ها علاش السر علاش كنحتفظ انايا بلي باكاجينغ باش فاش كنبغي سيرتو ديال لي روج اليف فكنخليهم، لانه فاش كنبغي نرجع ناخذ لو روج اليف ما كنتمحلش معاه كنعرف شنو النمره اللي غادي نمشي ناخذ. فهذا هو اللي كنت وريتكم مؤخرا كنت شريتو بالحق ما كنتش بارطاجيتو معكم، ها هو بهذا الشكل. وفي كل الاحوال اليوم راه فيديو ماشي كيف ما تنقولوا ديال المكياج، هذه غير فيديو على وديت هاد فرانشمون على وديت هاد لا ليفريزون اللي هي ما عجبتنيش وزيد عليها انه البرودوي واصلني مهرس، يعني سي دو غران نيمبورت كوا مي سي با غراف. فانا ما عنديش مشكل غادي نخليه، يعني بحال هاد الحويجات ما كيخلقوش ليا مشاكل فغادي نحتفظ بيه، ولكن نكونوا اكيدين انه راه سي نول. عندي بزاف د الحوايج كان كيسحاب لي غادي نقدر نظمها هنا ونرتبها. كذلك بالنسبه للماسكارا عندي بزاف ديال الاشكال وسميتو، عندي هذه ديال إيف سان لوران راه هي ماركه خطيره خطيره بزاف، وعندي كذلك هذه ديال جيفانشي اللي حتى هي ماسكارا خطيره، سيرتو داك الفرشات راها كتقدر تكون هكا وكتقدر تتانكلينا باش انك كتخدمي بها الجوانب مزيان. المهم البنات وهذا علاش كنقول لكم انا ما كنبغيش نشري المكياج من الاسواق هكا عشوائيا، لانه ما تنديرش الثقه وما تنبغيش نتلاعب مع لابو ديالي ولا نسبب راسي بشي حاجه ديال الحبوب ولا شي اثار ديال سميتو على وديت، حيت المكياج رخيص فكنفضل نشري المكياج غالي. المكياج ما كنتلعبش معها البنات. وهذا مكان درت هذه ديال الاقلام هنايا. بون ابخي راه كونوا اكيدين انه راه ما يقدرش يهز لكم بزاف الحوايج، انا عندي بزاف ديال المكياج اللي غادي يبقى كوم سا حتى نشوف نوتغ رونجمون. صراحه سافو با لا بين هاد لاشا،
je suis dégoûtée, mais ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas son prix non plus. C'est pas du solide, vraiment c'est du plastique à fond. Ou déjà vous sonnez le produit, c'est du grand n'importe quoi. مهم هذا مكان البنات بغيت غير نبارطاجي معكم هذا الفيديو اليوم باش تاخذوا فكره بالنسبه للبنات اللي باغيني اللي كيشوفوا بحال هاد لي بيتي اكسسوار سور جوميا وكي غافول دو سا حيت كتظن انه راه الفا فير اون بون افير فانا تنقول لك اختي غير بلا ما يعني بلا ما بلا ما بلا ما تشري بحال هاد بحال هاد الحويجات هذه راهم ما رايقاش صراحة مني أنا وجدت ما راه بان ليا ما لايقش. المهم هذا الرأي ديالي الشخصي في هذا البرودوي، وإلا نتوما كنتو باغيين تشريو فشريو. المهم أنا عطيتك وجهة النظر ديالي فتنظن أنه لا يستحق الأمر، لا يستحق أنك تشريه، وكيف ما قلت لك راه ما كينفع حتى شي حاجة لأنه صغيور بزاف. المهم باش ما نبقاوش نعاودو في الهضرة، راه صغيور بزاف ما يعني ما غينفعكم في حتى شي حاجه. عندي البنات هادو كذلك نبارطاجيهم معكم، هادو راهم يعني دي بيتي غازوار افيزاج بالنسبه اللي ما عندهاش الوقت انها غتمشي للصالون الى اخره، العنايه في الدار بالبشره والوجه الى اخره. من بعد ولا كنتو باغين طريقه الاستعمال راه نقدر ندير لكم فيديو الطريقه ديال الاستعمال ديالهم في الدار ولا العنايه ديال الوجه كذلك. المهم غادي نديرهم هنا صراحه هاد لي تيغوار كاتاستروفيك ما كيهز والو. غندير هاد لابروس حتى هي هنا، وغندير هاد لو بانسو حتى هو هنا. المهم لي بانسو ديالكم البنات الا كانوا كبار فورغوت اباوت راه ما يدخلوش ليكم هنا. والمهم هذا مكان يعني صغير صغير بزاف. نشوف هاد لي بيوتي بلندر غنديرهم غير هنا، لا ما كاينش فين يدير، ولا كاينه بليصه هنا بلاتي راه باقي عندي منهم. غادي نجيب بعدا غير خوتهم نديرهم معاهم. المهم انا راه كان كيسحب لي انه غيكون كبير لواحد الدرجه اللي غادي يهز ليا بزاف ديال كيف ما تنقولوا ديال السويلحات ديال العيالات، مي سافو با لا بين. المهم باقي عندي هاد لي بيوتي بلاندر هنايا باقي ما استعملتهمش، غنحاول حتى هما نديرهم هنا باش يحيدوا ليا لي سباس ونحيد بزاف ديال لي باكي هكا اللي تيبقاو كيديرونجيو. اللوينات في الحقيقه فيهم زوينين كيعجبوني انايا. وهذا صراحة ما كنظنش كاين البلاصة ديالو، هذا بوغ استومبي لو فون دو تان. و المهم كنظن يعني إلا كنتي كتعتقدي أنه غادي يكون كبير لدرجة أنه غتقدري تحطي فيه ريحة ولا تحطي فيه دوك لي سبخي، ماشي تا الريحة جو في ديغ لي سبخي بوغ لو كور. نو سي با لو كا، راه صغيور ما كيهزش داكشي ما غيهزوش ليك. المهم انا كنظن ما غاديش نقدر نشارجيه اكثر من هكا، غادي نخليه غير هكا. و حتى فوالا و حتى هنايا هذا الفوقاني صراحه راه ما نافعش، يعني الا ما كانش داكشي اللي غادي ديري تما قصيور فلاطاي راه ما غاديش يليق، الا كان طويل غيبقى كل مره يطيح. من الاحسن نخشيهم غير في لو تيغوار مثلا، حتى هاد لي ماسكارا وهادشي ديريهم غير في لو تيغوار. وكان كيسحب لك غادي ينظم ليك، فكوني اكيده انه ما غينظم ليك والو وما غيهز ليك والو، وانه غير غيكون مروم وماشي منظم. لي بيتي ساك كوم سا ا ماكياج ريست بوكو بلو براتيك كو هاد لو تروك هذا. ان توكا باينه انني ديغوتي من هاد لاشا هذا، انا كان كيسحب لي غيكون الحجم ديالو كبير اللي غنقدروا نحطوا فيه دي باكي ديال الجات، نقدروا نحطوا فيه حتى الحويجات ديال العيالات كيف ما تنقولوا.
حتى مثلا هاد لي طومبون نقدروا نحطوهم، يكون لي تيغواغ يعني اسي غون باش نديرو فيهم ان باكي د لانجيك و سميتو ولي طومبون بحال هكا. مي هانتوما انا علاش جبت لكم هاد لي برودوي البنات وكنحطهم لكم قدامكم غير باش تخيلوا معايا انه راه هذا راكم كلكم كتعرفوه، هاد لو باكي هذا بهاد الحجم هذا راه ما يدخلش لنا فهاد لي تيغواغ، راه ما يدخلش، راه صغير ور هاد يعني هاد لي بيسير. شتي هاد العرض ديالو، العرض ديال الباكي ها هو سيبان لكم هنا، والعرض ديال سميتو راه صغير صغير بزاف. فإلا كنتو كتظنوا انه غادي ينفعكم بحال هاد الحويجات بانو فو جوست اوبليي لو تروك سا مارش با بور سو جونغ دو شوز. المهم هذا ما كان البنات بالنسبه لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انها تكون عجبتكم. C'était juste pour partager ce petit produit avec vous, ديال Jumia. Ou Jumia, صراحة, c'est pas la première fois que je vais faire des achats et je suis très très déçue du service. Déjà, quand tu vois que je suis en c'est pas une bonne chose. Ou le mohim, pour les autres commandes, ça va pas être le cas. Ça va être pris en charge soigneusement. Ou Hada Makan, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ou maintenant, sans niche, de l'ishtirak, ou kadalik, de like, ou annakum, tfa'lou, jaras, et la kentou, ou le marrakech, vous, le kanat diali. Allez, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye!